السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة المحيط للسياحة في آسيا، عدنا لكم بتصوير فندق في فينتا باي تاج رو. هذا النوع من الغرف بريميوم سويت جاردن فيو. هذا النوع من الغرف ممكن يكون لشخصين بالغين وطفلين، أو ممكن إضافة سرير دبل. كمان في هذا النوع من السويتات، فبتكون لأربع أشخاص. هذا النوع من السويتات إطلالته على الحديقة، كما بيكون حجمه كبير. هذا الغرفة الماستر تحتوي على سرير دبل، في هذا النوع من السويتات بيكون في بالمبنى أربعة سويتات، فعند طلب سويتين من نفس النوع ممكن يكونين جنب بعض، وهذا بيعتمد على وقت التشيك إن كمان على الطلب. صور لكم الآن دورة المياه. تحتوي دورة المياه على بانيو وشطاف ومكان منعزل للاستحمام. كما يوجد خزانة للملابس وحفظ الأشياء الثمينة. بتكون إطلالة الغرفة على الحديقة، منطقة هادئة بتكون للريلاكس والاستجمام. فندق في فينتا جزيرة لينكاوي، تصوير شركة المحيط للسياحة شرق آسيا.